هم لطوسك البشاير ظهرت. ايوه حبايب قلبي السلام عليكم. وعليكم يا ألف بركة، هي مليون مبروك يا سعدون. الله يبارك في عمركم، الله يبارك في عمركم يا ولاد، شرفتوني والله. يا أهلا بعزوة سعدون وأهله وناسه. أهلا بك يا ابني، يلا بينا بقى نخش على الطلاق اللي رقص لك فرحك رقص ما رقصته قبل كده. استنى بقى بس، ما مش تنزل الناس الأول؟ ناس مين؟ أهلكم وعزوتكم اللي جايين معاكم. مفيش حد في الأتوبيس، احنا لوحدينا. مفيش حد ازاي يعني؟ انتوا جيتوا انتوا بس؟ بقى احنا مش مالين عينك ولا ايه؟ حميده عيبها هجعر وانا واقف لزميلي ما عايز. استنى بس يا سعدون، امال انتوا جايين في اتوبيسين ليه؟ انت مش مفهمني ان في اتوبيسين جايين من البلد؟ طب هو انا ضحكت عليك؟ ما الاتوبيسين هم قدام عينك، ولا دول عيله في تونه ولا ايه؟ بس انا عايز اقول لك ان سميده وحميده شغالين سواقين على الاتوبيسين، يعني كانوا مسيبوهم في شارع ويجو ولا ايه؟ ولا ايه؟ اهرب 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 بسرعه من قدامنا. طب يلا عشان لما بيحط ايده على وشه. يلا بينا بسرعه، يلا يا جماعه، يلا يا اولاد، يلا يلا. ما تبصش وراك، ما تبصش وراك. اوعى اوعى، خش خش على القاع على طول، خش على القاع. ولازمته ايه بس اللزق ده؟ اتلزق وانت ساكت. مفيش مشكلة، بس احنا عايزين ترابيزة قدام عشان نشوف العريس والعروس. انت كمان هتتأمر، انتوا تفضلوا قاعدين متلقحين هنا. عبروف على الله حد يتحرك من مكانه، فاهمين؟ حياتك خليهم يفتحوا البوفيه بدري علشان معاد الدواء بتاعه. حاضر. اتلزقت يا أوفا؟ ايوه يا دكتور. مازو عزمت كريم؟ كريم مين؟ كريم ابننا عشان يعمل عدد. كريم موجود يا شيماء، انت عزمتي غريب؟ فين غريب؟ فين بتاع السوبر ماركت؟ فين المكواجي؟ فين اللبان؟ مش قلت لك اعزميهم؟ انت قلت لي اعزمهم؟ شيماء مش عايز غباوه دلوقتي خالص. خلاص خلاص افتكرت، انا فعلا فعلا يا مازو رحت لهم، بس استغلوني وطلبوا 20 جنيه على الراس. اوعي تقولي لي ان انت رفضتي. قلت لهم لا طبعا، ده انا جايبه كل زمايلي في العياده بلوش، اقوم اسيب دول يستغلوك؟ قلطم على وشي، قلطم على وشي يا غبيه، بتضيع مننا ملايين عشان 20 جنيه؟ الحق عليا، الحق عليا ان انا خايفة عليك. اقسم بالله يا شيماء، انا لولا ان انا محتاجك كعدد كنت قتلتك. اترزعي هنا جنبي. الحق عليا، عايز حد يستغلك. احنا بنخسر. هلي هيس، هلي هيس، تمام تمام، الميكروفون شغال. بحب احيي كل الناس اللي شرفتني النهارده في هذه اللحظة التاريخية، وتحية خاصة سبيشال ريكويست لأخويا وحبيبي مازو. مازو مازو يعني القلب الحنين، مازو يعني الرجولة، مازو يعني بابا نويل اللي بيحقق الأحلام. بحبك يا مازو عشان خليتنا اتجوز الكتلة اللي أنا بحبها. وتحية خاصة وسمعني سلام ذئاب الجبل. ده لا مؤاخذة بس عشان العروسة بس عيانة. أهلا أهلا، روح شكرا يا مدام. تعالي، أنا جوزك، تعالي تعالي تعالي. معلش يا معلمين عشان المدام عيانة بس شوية. الله، هو العريس والعروسة ما بيرقصوش معانا ليه؟ لا عريس وعروسة إيه اللي يرقصوا؟ ده اللي فيهم مكفيهم. أه والله. يا سلام يا بت أبو البولة، لما نتجوز ونبقى في بيت واحد وأنت في شقة وأنا في شقة. انت في شقه وانا في شقه، ما انت في شقه وانا في شقه. يا بنت ما احنا هناخد بيت كبير. انت تطلعي لي شقتي، انا انزل لك شقتك، ما احنا مش هنخش في الحلال كده على طول، لازم نتدرج فيه حبه حبه. طبعا، ما انت غاوي اقسام. والنبي ابو البوله الله يخليكي، ما تخرجنيش من الحلم الجميل اللي انا عايش فيه. انت بتعمل ايه؟ حلم ايه؟ انت متخلف. تكلي انت على الله ابو البوله دلوقتي. اروح فين؟ على الشقه؟ وحضري المزه. بعينك لما نتجوز. عسل. تعبيطه جميل. سايب عد الناس وقاعد بترقص؟ يا باشا انا برقص من الفرحه، انا لسه عدد المعازيم اللي في القاعه دي هنا كلها ولقيتهم 490 نفر. 490؟
يعني احنا فاضل لنا 65 واحد ونبقى 555. انا عرفت هجيبهم ازاي. تعال ورايا. ايوه ازاي يعني؟ الورقه اللي بتعلقها دي بنصنفكم. نعم قصدي بنميزكم، اصل في مسابقه فخر فرح لكل اللي معاهم ارقام، خليه بقى يمكن تكسب. بنت سعيده تعالي هنا. ايوه عملنا كام لحد دلوقتي؟ والله ولا ما حددتش، بس اخر مره كان ناس بتعطل لي رغي يا بنت ما كنتش ما تعرفيش مع جوز يمشي موضوع. شيماء انا مش حمل اي حاجه غبيه منك دلوقتي. انا جعانه قوي يا موضوع، والنبي اطلب لي اكل. ده وقته قمه الغباء. قلتي ايه؟ جعانه؟ صدقي بالله يا شيماء، لا اله الا الله، دي اذكى حاجه غبيه انت قلتيها النهارده. الحمد لله. اطلب لي بقى سوشي عشان انا عامله دايت. سوشي؟ الو موري، لو سمحت عايز 2 سوشي، اي حاجه اي حاجه، المهم الدليفري يجي بسرعه. قاعه الاميره في نادي الفرسان، مع السلامه. الو كشري حماده، 4 كشري لو سمحت، الدليفري يجي بسرعه. وبعت لي حماده، قصدي بعت الدليفري بسرعه. قاعة الأميرة في نادي الفرسان. أنت متأكد إن الموبايل اتسرق هنا؟ علشان المعازيم والفرح والشوشرة اللي هنعملها؟ يا فندم أنا متأكد إن الموبايل اتسرق، بعدين أنا عايز حضرتك تعمل شوشرة، الفرح ده كله ناس سوابق أصلاً جوه. تمام يا أستاذ وسيم، إحنا هنتصرف. بس معلش يا فندم، يعني هتتصرفوا إزاي وأنتوا ثلاثة بس؟ نعم، هو وسيم بيقصد يعني إن أنتوا ثلاثة والمعازيم جوه بالملايين، هتفتشوا الملايين دي إزاي؟ مالكش فيه؟ أنا شفتك فين قبل كده؟ لا ما أظنش اتقابلنا قبل كده يا سعادة الباشا. إيه ده؟ إيه في إيه؟ في إيه؟ ركبتك تاني؟ لا ال 20 موبايل بتوعي التانيين مش لاقيهم. يا نهار أسود، كمان ال 20 موبايل اتسرقوا. 20 موبايل؟ أيوه يا باشا، يعني 20 موبايل، وسيم بيفيس وبيحب يمسك موبايلات كتير، في إيه؟ إيه يا فندم، هو في أي حاجة قانونية تمنع إن أنا يبقى معايا 20 موبايل؟ لا مفيش، بس أنا استغربت برضو، 20 موبايل كتير. بس معلش يا فندم، بس أستأذنك نزود القوة اللي معاك شوية، يعني على الأقل نعمل مثلا عسكري لكل موبايل أو حاجة. مالكش فيه، أنت عارفني هجيب لك الموبايلات هجيبهم لك. أنا آسف. يلا يا رجالة. أنا آسف. خسارة، لبسنا محضر إزعاج على 3 أشخاص بس. يا باشا حاسبنا بقى، عايزين نمشي. اقعد ولول لبكرة، محدش فيكم هياخد مليم غير لما يخش جوه وياكل الأكل اللي هو جايبه. يا باشا حرام عليك، انت بتعمل فينا كده ليه؟ اصحاب المحل هيطردونا، حرام عليك بقى. ما يطردوك يا عم، حدي كل واحد فيكم فوق يوميته 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ايوه 1000 جنيه، بس تخشوا جوه وتكملوا معايا الفرح للاخر. خد يلا 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 يلا. يا باشا طالبين سمك؟ جوه جوه جوه، يلا. بقول لك ايه؟ احنا كده بقينا 553 ومش فاضل غير 2. انا وانتي؟ غيرنا. يا رب. ويلكم ويلكم تو كايرو. يو ديدنت فيزيت. طب تعمل ايه يا جميل؟ بتعمل ايه؟ ده وقته. بسلي نفسي ساعات الباتشا. احنا بقينا كام واحد دلوقتي؟ يا باشا انا كل اصحابي جم تقريبا، بقينا دلوقتي 545. 545 حلو، يعني فاضلنا 10. يعني يكاد يكونوا سهلين، بس هم صعبين جدا، هنجيبهم ازاي دلوقتي؟ خلاص بقى نخطفهم من عند مازو. نخطفهم من عند مازو ازاي؟ انت الواد مازو ده مجنون، ممكن يعمل اي حاجه، ممكن يخش هنا يطوق الضرب فينا، يعني احنا مجنون بقول لك. والعمل هنعمل ايه؟ ناقص 10. 10 رب. ابعت ابعت. امسك يا جميل، ربنا يكرمك يا سعادة البيه. إله الله. تمام، هو شويه كده هيبقى زي الفل ان شاء الله. طب حضرتك بتعمل ايه؟ حضرتك مش المفروض تفضل جنبه عشان لو احتاج اي حاجه؟ يا استاذ احنا عملنا شغلنا، لو حضرتك حابب تقول المستشفى انا تحت امرك. لا مستشفى ايه؟ طب معلش حضرتك ممكن تلف على المعازيم كده تشوف لو حد مثلا مش متطعم ايه كده. يا استاذ احنا مش فاضيين، احنا ورانا اشغال. الحمد لله بقيت كويس. شفت اهو تعب تاني اهو. مين اللي قتله؟ ربنا يجازي يا ولاد الحرام يا ساعة لا قتله ايه، ده عايش، ده صاحبنا على فكرة. حضرتك عملت محضر لكام واحد لغايه دلوقتي؟ 536 ولسه فاضل الناحيه الثانيه. 536 و10 يعني 546 وثلاث دكاتره وثلاث مسعفين يبقى 552. حلو، واثنين مأذون، انا جايب اثنين مأذون على فكره، واحد لبسيوني وواحد لشوكار. يبقى كده 554 فاضل لنا واحد احب. الحمد لله قربنا نكسب. شفت ماما حلوه ازاي؟ وليلتها كمان حلوه. ده احنا ليلتنا زي الفل ولا ايه؟ يا وش السعد. راقبيهم بقى، انا هطلع اجيب اي حد من بره. ماشي. طب استنوني حتى لما تدفنوني، وبعد كده بقول لماما حلوه. بعد الشر عليك. انت اللي خدت الموبايل؟ ها؟ يعني ايه انا بضيع؟ انا عايز واحد، واحد بس يا اخوانا، واحد يجي يخلصني. انا عايز اتنين، اتنين بس، 35 دقيقة وعايز اتنين.
يعني ايه؟ البلد خلصت من البني ادمين؟ اهلا اهلا. صوره يا روحي صوره. يلا. لا 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 دي 10 صورة تروح مننا. بص على شمالك على شمالك. يا نهار ازرق برضو معلش على ايدك اهي. يلا يلا. الله مبروك. شكرا شكرا مبروك. تاخدي اشعه يوم الثالث. سلام منوره يا روحي منوره. ساعدون ساعدون. ايه؟ الحقني. انت هتولدي ولا لا 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 انا حاسه. ايه؟ حاسه بصيص. بصيص؟ باين بصري هيرجع لي. إيه؟ انا حاسه ان انا شايفه يا سعدون. إيه؟ انا شايفه. انا ايه ده؟ انا مش مصدق نفسي. احمدك يا رب احمدك. ده انا كنت شايل همك قوي. بس انا ما كنتش هسيبك كده. انا كنت هعمل لك عمليه وهديك النني. النني بتاع الكوره؟ لا النني بتاع عيني. ايه ده بس ايه ده؟ ما تجيبيش سيره رجاله بالذات بتوع المنتخب عشان بقى شقيه قوي. حبيبي سعد ربنا يخليك ليا. انت ما تعرفش انا بقيت بحبك قد ايه. ده انا اللي بحبك قوي. هتشوفي هتشوفي بحبك قد ايه. بس لما نروح ان شاء الله. شايف بفرح بجد عظيم. اس التراسونيك. انت ايه اللي انت لابسه ده يا سعد؟ انت ايه ده؟ انت اول ما تفتح بقى هتقرفيني ولابس ايه؟ انا بضحك معاك. بدله الفرح. دي بدله الفرح؟ اه حلوه ولا على ايه؟ قمر يا حبيبي. ما شفتيش الشورت بقى؟ فين؟ لا في البيت بقى. سموره يا حبيبه خالتك شوشو يلا. تعالي هنا. انت كلمت يا ماما؟ انا بنقذك من الوباء. في واحد في القاعه عندهم جوه عنده الجدري والوباء منتشر جدا جوه. سيبها يا ماما سيبها. بقول لك ايه؟ في سفاح جوه بيقتل كل الستات الحلوه مستني ست حلوه تخش. وانت حلوه وانت عارفه ده كداب. سيبها يا وسيم. سيبها يا مقص. مش هسيبها يا وسيم. هتسيبها يا مقص بقول لك. هقتلك يا وسيم. هضربك يا مقص. اوعى يا وسيم. ستوب ستوب يا بسيوني. استنى مفيش كاتب كتاب ولا جواز غير اما الاقي واحد واكسب. بقول لك ايه ما تزعليش انا داخل على مسؤوليه. انت كده هترفع لي الضغط. لا اله الا الله. لا اله الا الله. بالراحه يا بيسو. الله انت مش سامع هو بيقول ايه. ما كفايه بقى واسيم بايه ده احنا ملصمينه. انت عبيط يا جميل ولا ايه؟ ملصمينه انت فاكره يعمل حاجه؟ ده ملط يا ابني ملط. خلاص بقى ما تنرفزش نفسك. اذا كان على الواحد يا سيدي انا هجيب لك واحد. اوعى اوعى كده وسع. شوشو شوشو احنا لسه في اولها. ايه سابتني ومشيت يا اخي بتتدلع عليك. ما انت عارف دلع البنات بقى. سابتك ومشيت عشان انت ملط يا بسيوني ملط. الهداوة الهداوة. ايه ده؟ ايه اللي بتعملي ده؟ لا ايه ده؟ شيماء ماما حبيبتي. شكلك حلوة قوي يا تيتا. ميرسي يا حبيبي. يا اختي كميلة عشت وشفتك عروسة يا شويكار. كده برضو يا شيماء ما تحضريش فرح مامتك. ده انا ما رضيتش اكتب الكتاب من غيرك. لا هاجي معاكي يا ماما. مش فكري تخرجي بره باب القاعه وانا هتبح لك ابنك. خلاص سيب الواد انا قاعده اهو مش راحه في حته. طب ايه رايك بقى؟ انا لا هتحرك من هنا ولا هعمل اي حاجه الا ورجلي على رجلها. انت كده كده مش هتتحركي من هنا. ده احنا اما صدقنا. شويكار اتاخرت قوي. وبعدين يا جماعه مش معقول كده. انا عندي كاتب كتاب تاني. معلش يا مستر مأذون يا ريت تدينا 3 ساعات كمان. 3 ساعات ايه يا جميل؟ انت اهبل. احنا بنضيع يا حبيبي بنضيع. بسيوني ده كمان راح فين؟ انا قلقان بس لا يكونوا هربوا مع بعض. انت عارف طيش الشباب بقى. طيش الشباب ايه وهبل ايه بس بقى؟ دي ماما حلوه ولادتها زي القمر. زي القمر ايه بقى؟ تنيلي بقى على مامتك بقى الغريبه دي. ايه ده يا يوسف انت بقيت حلو. بس بقى يا اسراء لو سمحت احنا بنضيع بنخسر. اوعى يا عم انا اروح اشوف راحوا فين دول. اتفضل اتفضل يا وسيم بيه. ويسو انا هروح اشوف البوفيه الحق لي حاجه. منورين. ابعد عن وشي يا مازو. هحضر فرح امي. انا هحضر يا حماره. دي بتسحبك انت كده هتكسبيهم. مالكش دعوه انا عمري ما هسيب امي في ليلتها وعداء. شوشو شوشو يلا يا شوشو سايباني وقاعده هنا. الاغنيه بتاعتنا اشتغلت.